مرحبا يا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بسكوت البرتقال، بسكوت الليمون بهيدا الشكل. هنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا اول شي نص كوب زبدة، 3 اكواب الا شوية طحين، نص كوب سكر، ربع كوب عصير ليمون، بيضة، ملعقة صغيرة زيت الليمون، برش الليمون، وملعقة صغيرة بيكنج باودر. اول شي بحط الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم، والسكر، خلطهم مع بعض منيح. بس خلطتهم بهذا الشكل منيح. هلا بحط البيكنج باودر وبرش الليمون، كمان البيضة، عصير الليمون، برجع بخلطهم مع بعض. بس تخلطوا بهذا الشكل شي خفيف، هلا بحط طحين على دفعات. بسم الله، كمان بخلط. خلط على سرعة بطيئة، نفس الشيء هلا بحط كمية الطحين كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، بخلطهم مع بعض. انتهينا من تخليط العجينة، بنكفي مع بعض. بسم الله، العجينة بتطلع قاسية، ما تهكلوا همها، هي لازم هيك تطلع شوية قاسية. كمان بعملها بهيدي الطريقة، شفتوا كيف بتفت؟ هيدا المطلوب، تفت شوي العجينة، بس لما نعملها بإيدنا شفتوا بتلين. هلا بحطها بالجات، كمان بغطيها وبتركها ترتاح حوالي 20 دقيقة. هيدي العجينة بعد ما ريحتها لنكفي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، عنا ورقتين زبدة، بحط العجينة. بسم الله،
مدة شوي ما شاء الله. كمان بحط ورقة الزبدة بعملها بالشوبة بهيدا الشكل. حطيت ورقة الزبدة عشان ما تلزق العجينة معي. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الاعلى والاسفل. بس عملناها رقيناها بهيدا الشكل نفس المستوى. هلا بدي اقطعها. عنا هيدا القالب تاعه للبسكوت بدنا نقطعها. بسم الله. قطعها بهيدا الشكل. اكيد فينا نعمل البسكوت مربعة او اي شكل متوفر عنا. واذا ما عنا هيدا القالب فينا نعملها بغطاء علبة جبنة، بغطاء علبة حليب، أي شيء متوفر عنا، أو فينا نقصها بالسكينة. يعني القصة ما معقدة. هيدي السماكة اللي عملنا فيها البسكوتات. بسم الله. هيدي السماكة. هلا بحطهم على ورق الزبدة. كمان العجينة اللي بقيت عندي برجع بعجنها وبشكلها بسكوت. ما بكب اي شيء ابدا. بعد ما حطيناهم على ورقة الزبدة عندي هوني ملعقة طعام لبن زبادي وصفار بيضة، وبحط نص ملعقة صغيرة فانيلا. خليطهم منيح مع بعض. بعد ما خلطناهم ممكن اذا حبينا ندخلهم هيك على الفرن، ما في اي مشكلة. بس انا او يدهن الوجه حليب فقط. انا راح احط هيدا الخليط اللي عملته انا وياكم، بيعطي شكل أجمل ولون حلو. هلأ بعملهم كمان بالشوكي بهيدا الشكل، زينهم ليعطي شكل حلو. هلا بحطهم بالفرن. بعد ما طلعوا من الفرن اخذوا بالفرن 9 دقائق. هلا بحطهم على جنب ليبردوا. هيدا بسكوت الليمون اللي عملته انا وياكم. من الكميه اللي عملتها طلع عنا 35 بسكوتي. لنشوف كيف طلع من الداخل. هيدا الشكل شفتوا كيف هول من الداخل. عن جد كتير روعة، وريحة
البيت كتير كتير بتعقد قد ما حلوة من البسكوتات. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.